تأسست الجمعية الأهلية للمعاقين بصرياً كجمعية غير ربحية بالقدس عام 1962. كان الهدف من تأسيسها في البداية إنتاج كتب بريل للأطفال ذوي الإعاقات البصرية والشباب كمان. بال 1981 وبمبادرة من الآنسة الكفيفة هيلين حبيب شحادة تم تأسيس مدرسة الشروق للمكفوفين في القدس لحتى تستوعب الأطفال ذوي الإعاقات البصرية ويتم تأهيلهم للدمج في المدارس الحكومية أو المدارس العامة بعد ما يوصلوا سن محددة. لكن نظراً لوجود الاحتلال الإسرائيلي والصعوبات والحواجز على الطرق والمحاسيم ونقاط التفتيش وإلى آخره، ما قدروا الأطفال اللي بحاجة لتلقي هاي الخدمة ما قدروا يوصلوا لهذه المدرسة. فصار التفكير إنه خلينا ننقل هذه المدرسة على منطقة تانية، وتم اختيار مدينة بيت جالة. تم نقل مدرسة الشروق بالعام 1995 وصار لها مركز هون ببيت جالة، في حينها صار من الممكن لكافة الأطفال من كافة محافظات الوطن دون أي تمييز بين الطلبة، دون أن تمييز بالعرق أو باللون أو بالدين وإلى آخره، إنه يقدروا ينتموا لهي المؤسسة ويتلقوا التأهيل والتعليم الأكاديمي فيها. الفئة المستهدفة هلأ أنشئت للفتيات، لكن هلأ المدرسة هي بتضم 35 طفل من ذوي الإعاقة البصرية ذكور وإناث من عمر 3 سنين لعمر 11 سنة. في المدرسة بتم إعطاء الأطفال أو تدريبهم على إتقان المهارات الحياتية من خلال طاقم متخصص بالتأهيل، اللي لما بحكي أنا تأهيل بعني فيه علاج وظيفي، بعني فيه علاج نطق، وبعني فيه علاج طبيعي وتأهيل تربوي. والمدرسة كمان دورها إنها تأهل الطلاب للاندماج بالمجتمع بعد ما ينهوا فترة المرحلة الأساسية بمدرسة الشروق للمكفوفين. إحنا العاملين أغلبهم تقريباً مقسومين قسمين، قسم معلمين أكاديميين بحت اللي هم بيعلموا المواد الأكاديمية، بيكونوا تخرجين جامعات الوطن، حملة بكالوريوس تخصص تربية، تربية أساسية بالأساس. وأكيد في عنا فريق المهني المتخصص اللي هو بيشتغل بتخصصات مختلفة، منها العلاج الوظيفي اللي هو وظيفته تهيئة الأطفال للحياة العامة من خلال امتلاكهم لمهارات الحياتية والاستقلالية الذاتية من خلال التنقل بالعصا البيضاء، ومن خلال إنه يتقنوا المهارات الحياتية والاعتماد على الذات. وفي عنا كمان علاج النطق، لأنه بعض الأطفال اللي بيلتحقوا بالجمعية أو المدرسة أعمار صغيرة 3 سنين بيعانوا من صعوبات بالنطق، ففي عنا أخصائي النطق، وكمان في عنا أخصائي علاج طبيعي، لأنه بعض الأطفال أو معظم أطفال الإعاقة البصرية عندهم مشاكل بالحركة بالوقفة، فعنا كمان أخصائي علاج طبيعي. طبعا أكيد المدرسة فيها طاقم إداري وفيها طاقم مطبخ كمان للمطبخ، لأنه إحنا بنقدم وجبات غذائية، ولأنه إحنا مدرسة مع مبيت، وفي عنا عمال النظافة والخدمات. الإعاقة البصرية إما كلية بتكون في المدرسة يعني كف كلي، أو إعاقة بصرية جزئية نسبة الإعاقة 70% فما فوق. فأطفال الإعاقة البصرية الجزئية بحاجة لموائمات معينة حتى إنهم يتعلموا. فمن هاي الموائمات استخدام المجهر لتكبير المنهاج أو تدريبهم على استخدامه، كمان تكبير المنهاج لإلهم حسب طبيعة بصرهم، كمان إنه في عنا ستاند للقراءة حتى إنه ما يقرب كتير على الكتاب وما يؤذي العمود الفقري. كمان بنحرص إنه على التباين، أطفال الإعاقة البصرية الجزئية مهم جدا إلهم يكون مفهوم التباين واضح لإلهم، يعني تحط لهم ورقة بيضة على طاولة بيضة ما راح يشوفها، إذا حطيت لهم قلم لونه أسود على طاولة بيضة بقدر يشوفه. فالتباين الألوان لازم تكون واضحة مش قريبة من بعض حتى يقدر يميز الطفل ويشوف إيش قدامه. كمان إحنا بنعمل موائمات في البيت، يعني العلاج الوظيفي من مهامه كمان، نعمل زيارات ميدانية للأطفال في بيوتهم حتى نغير أو نساعد على تعديل البيئة البيتية للطفل عشان يقدر يتحرك بسهولة. ونفس الشيء لما ينتقلوا للمدارس النظامية، في عنا طاقم مهني متخصص بزور المدارس النظامية وبيعمل على موائمتها لاحتياجات الطالب.
هلا المدرسة مقسومة خلينا نحكي لثلاث أقسام، اللي هو التعليم العام اللي هو بعلم المناهج الفلسطينية بس بتكون موائمة الأطفال الإعاقة البصرية وبندربهم على وسائل المساندة. عندنا رياض الأطفال اللي هو بهيئ الأطفال لدخول المدرسة، وفي عندنا صف التربية الخاصة اللي هو بيستقبل أطفال من أطفال الإعاقة البصرية المصاحبة لإعاقات أخرى. وهذا الصف بيستقبل عادة من 4 لـ5 حالات وبيحتاج متخصصين كتير حتى يشتغلوا معه، وإحنا الوحيدين يمكن في الضفة أو في فلسطين اللي مستقبل هاي الحالات من الأطفال الإعاقات البصرية المتعددة لأنها لصعوبة التعامل معها. وإحنا قدرنا كمدرسة الشروق اللي تابعة للجمعية للمعاقين البصرية إنه إحنا ندرب طاقم متخصص للتعامل هدول الأطفال. وفينا كمان فريق المتابعة الميداني بنسميه الفولو أب تيم اللي هو بتابع أطفالنا في الميدان لما ينتقلوا للمدرسة النظامية، وظيفته إنه يهيئ لهم البيئة الصفية، البيئة المدرسية اللي انتقلوا لها الجديدة حتى تكون موائمة لإلهم، حتى إنه بيعمل إشارات بنظام بريل للمكفوفين حتى إنه يقدروا يستدلوا على الغرف الصفية، بعرفوهم على المدرسة عشان الطفل الكفيف يقدر يعمل خارطة ذهنية كيف يتنقل، وبنفس الوقت نعمل تدريبات لزملائهم بالصف كيف يتعاملوا معهم ولمعلمينهم كيف يتعاملوا معهم. وطبعا احنا استخدام التكنولوجيا في المدرسة بتم تدريب الأطفال على استخدام الحاسوب من عمر صغير لأنه بسهل حياتهم في الدمج بالمدارس النظامية. هلأ بالعالم حاليا لم يعد هناك مدارس متخصصة لأطفال الإعاقة بشكل عام أو الإعاقة البصرية بشكل خاص، لأنه المدارس هي جامعة inclusive education عم نحكي، لكن للأسف إحنا تبنت نحكي الدولة أو السلطة الوطنية الفلسطينية من يوم ما أنشئت إنه تكون مدارسنا جامعة لأطفال الإعاقات، لكن لحد الآن المدارس ما زالت غير موائمة لأطفال الإعاقة البصرية حتى إنها تكسبهم المهارات. إحنا موجودين لحتى نكسب الأطفال المهارات اللي بيحتاجوها في الحياة. إحنا الطفل أكتر صف بضل عندنا هو الصف الخامس، بعدها لازم ينتقل للميدان ليعتمد على ذاته. ضروري وجود هاي المدارس لأنها وظيفتها تهيئ الطفل للحياة العامة. إذا كانت موفرة بالمدارس النظامية ما في داعي لإلنا، لكن إحنا موجودين لحد ما تصير المدارس إنكلوسيف، لأنه إحنا أصلاً بندعو لأنه يكون المدارس جامعة. لكن هلأ إحنا بنشجع بالمدرسة على الدمج المبكر، يعني إحنا اتبعنا من أكتر من 16 سنة دمج الأطفال مبكر بالمدارس النظامية، وخلال جائحة كورونا كمان إحنا صرنا أكتر من سنة ونص في عنا انتشار لوباء COVID-19 بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتم إغلاق المدارس، فإحنا عشان إنه نأكد على حق طلابنا بالتعليم دمجناهم مبكر بالمدارس النظامية. فكانت خطة العمل إنه الطلاب بيقضوا 3 أيام بالمدارس النظامية ويومين بيجوا للمتابعة بمدرسة الشروق من خلال جلسات فردية، كل طفل مع معلم متخصص بالمادة حتى نتبع كيف عملية دمجهم وكيف عملية تعليمهم. كانت صعبة أولها لأنه المدارس كانت طبعا غير موائمة، الأساتذة مش متأول، معلمات غير قادرات على التعامل مع هيك أطفال، بس قدرنا بخلال سنة إنه نشتغل مع التربية والتعليم ونحاول إنه نوائم المدارس ونعطي ورشات عمل للمعلمين المدارس النظامية كيف يتعاملوا أطفال الإعاقة البصرية. الجمعية لها رؤية واضحة ورسالة واضحة، وهي العمل على تنوير المكفوفين وذوي الإعاقات البصرية والعمل على إكرار حقوقهم في مجتمعاتهم وحقوقهم في تنمية مجتمعاتهم وحقوقهم في عملية الدمج ويتلقوا الخدمات اللي بتلقاها أقرانهم من باقي الأطفال والشباب، وتحفيز استقلاليتهم وحريتهم في اختيار الحياة اللي بيشوفوها مناسبة. طبعاً الجمعية من ضمن فعالياتها فيها مدرسة الشروق. حالياً الطاقم العامل في هاي المدرسة تقريباً 20 موظف موزعين على المهام الإدارية والأكاديمية والتأهيلية والخدمات المساندة. يرأس مجلس الإدارة للجمعية الأهلية للمعاقين بصرياً دكتور سيمون الأعرج، وعدد أعضاء هيئتها الإدارية 9، 3 منهم من الإناث.
أعضاء الهيئة العامة هي 31 تقريبا من كافة محافظات الوطن. الجمعية الأهلية للمعاقين بصريا هي من خلال مهامها طبعا تطبع لوزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بحكم إنها هي بتشتغل مع الأطفال ذوي الإعاقة، لكن المدرسة طبعا تعمل تحت قوانين ومظلة وزارة التربية والتعليم. الدعم المالي نتلقاه من عدة جهات، من أصحاب فاعلي الخير المحليين والدوليين، وكذلك من وزارة التنمية الاجتماعية من مستحقاتنا في شراء الخدمة للأطفال ذوي الإعاقة. لكن حاليا من ضمن الخطة التطويرية، الخطة الاستراتيجية للجمعية الأهلية للمعاقين بصريا، هو تحقيق أو تجنيد الأموال وتحسين الأوضاع المالية والعمل على ثبات الدخل للجمعية الأهلية للمعاقين بصريا لضمان تقديم خدماتها. ففي خطتنا الاستراتيجية للجمعية كان في أحد البرامج هو إنشاء مبنى مدير للدخل، وتم إنشاء هذا المبنى بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، ومن خلال كمان بنك التنمية الألماني KfW، ومن خلال UNDP تم بناء هذا المبنى المدير للدخل. بيحتوي على عدة فعاليات، بعض الفعاليات تم تأجيرها والبعض الآخر نعمل على الاستثمار فيه. هناك قاعة متعددة الأغراض، حاليا بلش تأجيرها للمؤتمرات، ورش العمل، التدريب، وكذلك في حواصل تجارية إن شاء الله في القريب العاجل رح يتم تأجيرها. هذا جزء رح يكون جزء من الدخل لضمان دخلنا الشهري، بالإضافة إلى فاعلي الخير المحليين والدوليين، وكذلك مستحقاتنا من وزارة المالية من خلال التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية. دور المدرسة هو ما بتمحور فقط مع أطفال الإعاقة البصرية، لكن كمان بنتقل للمجتمع ولذويهم وإشراك الأسرة في التدخل مع أطفال الإعاقة البصرية. إحنا مدرسة ما بتركز فقط على الأطفال، بتركز إنه الطفل هو موجود ضمن أسرة والأسرة لها دور كبير في رعاية هذا الطفل. فكتير إحنا عندنا برامج تستهدف أولياء أمور أطفال الإعاقة البصرية حتى إحنا نأهلهم لكيف يتعاملوا مع أطفالهم لما ينتقلوا للميدان، كيف يتابعوا معهم بالدراسة، كيف يتابعوا معهم بمدارسهم، كيف إنه أنا أحكي عن ابني، إنه كيف أوصل رسالة ابني للمدرسة. فيش داعي طاقم الشروق ينتقل للمدرسة موجود بيطة ولا بإذنه عشان يعرف المدرسة عن ابني. إذا أنا بمتلك المهارات وبعرف شو احتياجات ابني بكل بساطة بقدر أتواصل مع إدارة المدرسة وأفهمهم شو احتياجات ابني، إنه مثلا إذا طفل عنده إعاقة جزئية، عنده حساسية من الضوء، ممنوع يكون قاعد بإضاءة مباشرة، لازم براد الصف تكون مسكرة، لازم انه يكون موجود بالمقعد الامامي وبالمنتصف مش لا على الشمال ولا على اليمين. فاحنا عم نشتغل مع الاهل حتى انه ندربهم كيف يتعاملوا مع اطفالهم ويكملوا الرساله. وكمان اثبتت انه التدريبات مع او العمل مع الاهل اعطى ثماره في خلال جائحه كورونا. نحن لما كنا نتواصل من خلال التعلم الالكتروني، طفل كفيف قاعد قبال شاشه صعب يتعلم، فكنا نبعث المواد للاهل، نشرح للاهل، والاهل بدورهم ينقلوها للطفل، والطفل يعني يصوروا لنا اياه فيديو ويبعثوا لنا اياه للمتابعه والفيدباك. فيعني هي عمليه تكامليه، مش مدرسه الشروق منفصله ولا المجتمع منفصل ولا الاسره منفصله، احنا كلنا مع بعض بنكمل العمل. فهي هي رسالتنا. احنا معهد ادوارد سعيد تاسس سنه 93، الان هو له تقريبا 28 سنه موجود في فلسطين. في عندنا الان 6 فروع موجوده في على مستوى الوطن، في بيت لحم، في القدس، في رام الله، في نابلس، في غزه. عمل حراك موسيقي مميز في كل على مستوى الوطن، خرج اجيال موسيقيه الان هي بتساند فينا في نشر الثقافه الموسيقيه على مستوى فلسطين.
دورنا الأساسي إحنا بالشراكة مع مدرسة الشروق اللي هي الفكرة أجتنا كمعهد إنه نسوي مخيم موسيقي يحتوي على أطفالنا اللي بيتعلموا في المعهد بالإضافة لأطفال ذوي الإعاقة البصرية الجزئية أو الكلية حتى يصير في دمج من خلالهم بين بعض والفئتين يتعرفوا كل فئة على ظروف الفئة الأخرى. يعني أطفالنا يشوفوا كيف ظروف الفئة الأخرى في الحياة وفي التعليم والفئة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الجزئية والكلية يشوفوا كيف أطفالنا عمالهم بيتعلموا كيف حياتهم الموسيقية ويأكلوا مع بعض يأخذوا حصصهم مع بعض الموسيقية في عدة أنواع. عدة برامج كانت موجودة عندنا خلال المخيم اللي هو من الساعة 9:30 لغاية الساعة 2:00. هاي الفئة أهم دعم إلها بيكون أنا برأيي يعني كمعهد اللي هي الموسيقى، لأنه أسهل ممكن يكون إلهم كمهنة اللي هي الموسيقى. يعني صعب إنك تخلي هاي الفئة يكون طريش أو بليط أو أي صنعة يتعلمها، لكن من السهولة إنه هو يتعلم يعزف على آلة موسيقية يتقنها وتصير هي المهنة الأساسية تاعته في حياته في المستقبل. وممكن كمان يصير يعلم في المدارس، يصير يعلم في المعهد، يصير يطلع حفلات مع الفرق الموجودة، فبتكون هي بوجد نفسه بشوف حاله مثله مثل باقي المجتمع الموجود. وهاي الفئة أنا برأيي أنا بسميها الفئة ذو الهمم، لأنهم عندهم طاقة رهيبة للتعلم، عندهم طاقة رهيبة ليقدموها للمجتمع. يعني كونهم فاقدين حاسة من الحواس، إلا عندهم الحواس الثانية هي شغالة بقدر عالي، خصوصا حاسة السمع، فهم أي حركة موسيقية، أي نغمة، أي إيقاع، أي شيء بتقبلوه وبيستوعبوه وممكن إنهم يطبقوه على أي آلة موسيقية. أنا اسمي رانيم، بدرس في مدرسة وكالة، جاي على مخيم صيفي في مدرسة الشروق كنت أدرس فيها في الماضي صف ثامن طلع على تاسع. نشاطاتي كتير حلوة، بدرس وبتعلم موسيقى. هاي المدرسة مهمة بالنسبة إلي، يعني كتير هاي المدرسة مهمة بالتعليم وبكل شيء. بنتعلم على الموسيقى وغناء وبنتعلم كمان يعني كتير أشياء، يعني نشاطات حلوة. وصراحة أنا فرحانة في هاي المدرسة، بشكرهم على تعاونهم معي وعلى الدعم اللي قدموا لي. في هذا المعهد بتعلم على الموسيقى، تعلمت في طبلة وعلى القانون، وتعلمت على العود والبيانو، وكمان مشتركة في الجوقة.